الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته ودعوته. وارض اللهم عن سادتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب الحبيب النبي، وسلم تسليما. وبعد، أيها الأفاضل، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من هذه الحلقات التي نعيشها في هذا البرنامج الطيب. كنا قد بدأنا حديثنا في اللقاء الماضي حول حديث في الصحيحين، وهو المعروف بقصة موسى وملك الموت، وقلنا بأننا سنأخذ من هذه القصة بعض الأدوية التي نستفيد منها في حياتنا وفي سيرنا إلى الله، أي إلى الجنة. وكنا قد تحدثنا عن الحديث ومتنه كالآتي: في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه بيته فقال له: أجب ربك. فلطمه موسى، أي ضربه ضربة، ففقأ له عينه. فصعد ملك الموت إلى الله جل وعلا وقال له: يا رب، لقد أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وقد لطمني ففقأ عيني. فرد الله عليه عينه مرة أخرى وقال له: ارجع إليه فقل له: الحياة تريد؟ إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تغطيها يدك سنة تعيشها. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقال له: إن الله يقول لك: إن أردت الحياة، تريد الحياة، فضع يدك على متن ثور، فلك بكل شعرة تغطيها يدك سنة تعيشها. فقال موسى: ثم مه، أي ثم ماذا بعد هذا العمر الطويل يا رب؟ قال: الموت. قال: فالآن يا رب، ولكن ادنني من الأرض المقدسة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت ثم هناك لأريتكم قبره تحت الكثيب الأحمر عند الطريق. هذا هو الحديث الذي، وهذه هي القصة الذي كنا قد بدأنا الحديث عنها، قصة من القصص التي حدثت مع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أنبيائنا جميعا الصلاة والسلام. وكنت قد ذكرت بأن هذا الحديث أهل الإلحاد وأهل الشرك رموا هذا الحديث بعدة شبه وألقوا عليه بعض الشبه، ولكن العلماء الذين وقفوا لهؤلاء بالمرصاد ردوا على كل شبهة بأدلة لا حصر لها. وكنا قد أخذنا في اللقاء الماضي بعض الشبه، منها طعن هؤلاء في أبي هريرة نفسه، أي الطعن في الصحابة، وإذا طعن في الصحابة فلا نأخذ منهم شيء، إذن سيضيع الدين. وأيضا شبهة الطعن في الصحيحين، لأنهم اعتنوا بالتثبت مما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وشبه أيضا كيف لنبي الله موسى أن يبطش هذا البطش، وقالوا أيضا بأن هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وهذا كله قد رددنا عليه في اللقاء الماضي. وأول شبهة أبدأ بها اليوم وسننتهي منه إن شاء الله تعالى وقدر، قالوا بأن كيف لنبي من الأنبياء بل واحدا من أفضل رسل الله بل واحدا من أولي العزم من الرسل، واحدا اجتباه الله بكلامه وبرسالاته على العالمين على الناس جميعا، كيف يليق به أن يكره الموت وأن يكره لقاء الله جل وعلا؟ هذه هي الشبهة التي طرحوها، كيف يكره الموت؟ ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هكذا رموا هذه الشبهة، وقالوا بأن هناك تعارض بين حديث النبي محمد وبين فعل موسى. فإن كان العباد أهل الصلاح لا يكرهون لقاء الله عند موتهم، فكيف تزعمون بأن موسى وهو من أفضل أنبياء الله وواحد من أولي العزم الخمسة تقولون بأنه لا يحب لقاء الله جل وعلا وعليه فإن الله لن يحب لقاءه؟ هذه هي الشبهة، والرد عليها إن شاء الله سهل ويسير كما رد علماؤنا الأفاضل. إن الدفاع عن النفس أمر مشروع في سائر الشرائع والملل، بل إن القوانين الأرضية القوانين الوضعية تحتم على الإنسان أن يحافظ على نفسه وألا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فالدفاع عن النفس أمر مشروع في شريعتنا وفي الملل التي جاءت من قبلنا وفي الشرائع التي جاءت من قبلنا. إذن قضية الدفاع عن النفس أمر استخدمه البشر، بل الأنبياء وهم أعظم الخلق جميعا استخدموا ودافعوا عن أنفسهم وحافظوا على أنفسهم. مثال ذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حافظ على نفسه لأنها أمانة من الله جل وعلا، والله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر خفية عن أعين المشركين وأخفى أمره عليهم حتى لا يؤذونه ولا يقتلونه، واختبأ في الغار أياما هو وأبو بكر رضي الله عنه، كل ذلك من أجل أن لا يصل إليه أهل الشرك لأنهم نصبوا العداء ورفعوا لواء الحرب بأنهم سيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم. ولما علم النبي ذلك أخذ بالأسباب المشروعة، اختبأ منهم في الغار وهاجر خفية ليس أمامهم، و حارب النبي يوم أحد بين درعين وهو صلى الله عليه وسلم محفوظ من الله جل وعلا، ولكنه أخذ بالأسباب. وأيضا أخذ حرسا يحرسونه صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فصرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب لكي يدافع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. بل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام له أيضا أمور بان ومن خلالها أنه يدافع عن نفسه، قال تعالى وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى
يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ولما ضرب صلى الله عليه وسلم رجلا من القبط فمات على إثر هذه الضربة ولم يقصد ذلك، ونصبوا له العداء أهل القتيل وأرادوا أن يقتلوه، جاءه رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج منها إني لك من الناصحين. فقال رب نجني من القوم الظالمين. الآيات التي تدل على أن موسى أخذ بالأسباب ليحافظ على نفسه ويحافظ على حياته من أجل أن يبلغ رسالة ربه، ومن أجل أن يبلغ الناس أنه لا إله إلا الله. هكذا دافع الأنبياء والرسل وحافظوا على أنفسهم. فهذه القضية أنه لم يكره الموت، بل إنه كما ذكرت لحضراتكم وجد رجلا أمامه دخل داره دون استئذان ويقول له أجب ربك، أي أنني سأخذ روحك. فلو حدث مع أي إنسان، بل أمرنا بالدفاع عن النفس والأخذ بالأسباب المشروعة لكي نحافظ على الحياة وعلى النفس، ولا نلقي بأنفسنا في التهلكة وإلى التهلكة. فنبي الله موسى ما كان يدري أن هذا ملك الموت، ملك الموت، بل ظنه إنسان تعدى على حرماته فدافع عن نفسه ولطمه لطمة فأدى ذلك إلى فقع عينه ولم يقصد ذلك. وقالوا بأن هناك تعارض بين أنه كيف يكره لقاء الله، وبين حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وأنزلوا هذا بفهمهم القاصر، لأنه كما ذكرت لحضراتكم يقدمون العقل على النقل، يقدمون ما يفهمونه على الآيات من القرآن وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا تعارض بين فعل موسى عليه السلام وبين هذا الحديث، لأن هذا الحديث يذكر حالة خاصة في وقت معين، وهو وقت المعاينة، وقت خروج الروح، وقت أن يتيقن الإنسان أنه قادم إلى الله وأن الحياة قد انتهت، ويرى المعاينة ويرى ملك الموت ويتيقن أنه سيموت هنا في هذه الآونة. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا التفسير ليس من عندي، بل إن شريح بن هانئ كما في صحيح مسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال يا أم المؤمنين سمعت أبا هريرة يحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان كذلك فقد هلكنا. فقالت إن الهالك من هلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو هريرة؟ أم المؤمنين تقول له ماذا قال أبو هريرة؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن منا لا يحب الموت. هكذا قال شريح بن هانئ. فقالت أم المؤمنين عائشة قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس كما تظن، ليس كما تفهم، بل إذا بلغت الروح الحلقوم وتشنجت الأصابع والأقدام والبصر ارتفع
هنا في هذه اللحظة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. إذن لا تعارض بين فعل موسى إذا كان فعل ذلك وبين هذا الحديث، لأن هذا الحديث يشرح لنا إذا كان الإنسان في النزع الأخير من حياته في سكرات الموت، وتيقنت أنك قادم إلى الله وأنك لن تنجو من هذا الأمر، وأنه لحظات وستخرج روحك وتقابل الله جل وعلا. في هذه اللحظة إذا أحببت لقاء الله أحب الله لقاءك، وإذا كرهت لقاء الله كره الله لقاءك. ولا يكون حب لقاء الله إلا لأهل الصلاح وأهل الإسلام وأهل الإيمان، ولا يكون الإنسان يكره لقاء الله إلا لغير المسلم وإلا للعاصي الذي يعاين أنه سيقف أمام الله بكل هذه السيئات وبكل هذه الجرائم وبكل هذه المعاصي. هنا يكره الإنسان لقاء الله فيكره الله جل وعلا لقاءه. لماذا؟ لأنه عصاه في الدنيا وما نفذ ما أمره به وما عبده حق العبادة وما أطاعه حق الطاعة وما آمن بكتابه وما آمن برسوله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تعارض ولا إشكال، بجانب أن موسى لم يكره لقاء الله. وخير دليل إن كان لهم عقول الحديث نفسه في نهاية الحديث، ما الذي حدث؟ ألم يخبر نهاية الحديث أو لم نخبر في نهاية الحديث أن الله جل وعلا أرسل ملك الموت مرة أخرى إلى موسى وقال له الحياة تريد؟ إن كنت تريد الحياة فلك ما تشاء بل وأكثر، ضع يدك على متن ثور، الثور الحيوان المعروف، ضع يدك عليه فكل شعرة ستغطيها اليد، أظنها آلاف الشعرات إن لم يكن آلاف مئات الآلاف، ستعيش بكل شعرة سنة. لو كان موسى عليه الصلاة والسلام بالعقل، إذا كنتم تريدون أن تشغلوا عقولكم بالعقل، إنسان يكره الموت ويخير بين الحياة الطويلة وبين أن يقبض الآن، ما الذي سيختاره؟ قطعا ويقينا سيختار أنه سيعيش كل هذه الأعوام التي أمر الله بها إن كان كما تزعمون. ورغم ذلك خير موسى عليه الصلاة والسلام أن يعيش كل هذه الأعوام وبين أن يقبض الآن، فاختار أن يموت الآن. فمثل هذا يكره لقاء الله ويكره الموت. إذن نهاية الحديث تبين لنا مقدمة الحديث التي التبست على كثير من هؤلاء الذين يريدون الطعن في الصحابة وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في الدين بأكمله، هكذا أرادوا. وهذا هو الخروج من هذه الشبهة بيسر بفضل الله جل وعلا، وليس من كلام عقولنا، بل الأئمة الكرام الأفاضل راحوا يعددون الأسباب والمخارج من كتاب ربنا ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم للرد على هذه الشبه كما هو كان الآن. أيضا ألقوا شبهة وقالوا كيف تزعمون أن الملائكة تأتي في صورة بشر؟ الملائكة لها خلق ولها أمر آخر، كيف تقولون بأنه تمثل في هيئة بشر؟ أنكروا ذلك وقالوا بأن الملائكة لا تتمثل في شكل بشر، بل لهم هيئة أخرى لا يعلمها إلا الله. فهم بهذه الشبهة يكذبون القرآن، صحيح القرآن ونصوص القرآن وصحيح سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
ألم تأتي الملائكة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقدم لهم عجلا حنيذ، عجل سمين ليأكلوا ويشربوا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتدرون من الذي كان يتحدث في حديث أخبرني عن الإسلام والإيمان والإحسان، عندما قال أتدرون من السائل؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أكان النبي ليس صادقا في هذا الموطن؟ والحديث ثابت. بل إن لوطا عليه السلام لما جاءته الملائكة في هيئة بشر وقومه رأوا هؤلاء الضيوف، أتوا يريدون هؤلاء الضيوف ليوقعوا بهم الفاحشة، فدافع لوط عليه السلام وتوسل إليهم أن يتركوا هؤلاء الأضياف وحماهم وخاف عليهم، فقالوا له لا تخف. وهنا علم أنهم ملائكة مع أنهم كانوا في صورة بشر. وأيضا لما دخل ملك الموت على سليمان وبجواره رجل ونظر ملك الموت إليه فارتعد الرجل، فانصرف ملك الموت وهو على هيئة بشر، فسأله الرجل من هذا؟ قال ذاك ملك الموت. قال لا أعيش في أرض أنا وملك الموت عليها، ارسل الريح يا رسول الله سليمان أن تلقيني في أرض الهند. فأمر الريح بإذن الله أن تأخذه إلى أرض الهند. وبعد فترة يسيرة جاء ملك الموت إلى سليمان فقال له ما لك؟ نظرت إلى الرجل فارتعد. فقال ملك الموت إن الله أمرني أن أقبض روحه في أرض الهند، ولما رأيته عندك تعجبت، ولكني ذهبت في المكان والمعاد فوجدته بانتظاري هناك. وأيضا تمثل جبريل عليه السلام لمريم عليها السلام حتى كان في صورة بشر، ودخل عليها ورأته بشرا ولم تراه ملكا. كل هذه النصوص تدل على أن الملائكة تتمثل في صورة بشر. بل لك أن تعلم أن الجن بل الشيطان يتمثل في صورة بشر، الشيطان أيضا يتمثل في صورة بشر. يدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، صدقة رمضان، فجاء رجل في المساء يحثو، أبو هريرة يحرص الزكاة، فجاء رجل ويسرق من هذه الزكاة، فأمسك به أبو هريرة رضي الله عنه وقال والله لأرفعن أمرك إلى رسول الله. فقال إن لي حاجة وعندي عيال وعلي عيال واتركني وأنا كذا وكذا. قال فرحمته فتركه أبو هريرة. في الصباح قال له الرسول يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك؟ قال اشتكى يا رسول الله عيالا وحاجة فتركته، وقال لن أعد. قال سيعود. فانتظره أبو هريرة في اليوم الثاني، فجاء الرجل فعلا وأمسك به وقال لأرفعن أمرك إلى رسول الله. فقال إن لي حاجة ولي أولاد، فتركه أبو هريرة. فذهب إلى الرسول فحدث ما كان، قال كذبك وسيعود. وفي اليوم الثالث أمسكه أبو هريرة في الليلة الثالثة وقال لأرفعنك إلى رسول الله. قال اتركني إن لي عيالا ولن أعود. قال لقد كذبت علي. قال اتركني وسأعلمك كلمات تنتفع بها. قال وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بأكملها آية الكرسي، إذا فعلت فلن يقربك شيطان في يومك أو في ليلتك. فتركه أبو هريرة
وذهب إلى الرسول في الصباح فقال له: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قال: يا رسول الله، قال كذا وكذا، وقال: لأعلمنك كلمات إذا قلتها عند مضجعك فلن يقربك شيطان. قال: وما هي؟ قال: قل إذا أويت إلى فراشك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فلن يقربك شيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. أتدري مع من يا أبا هريرة تتحدث منذ ثلاث؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك شيطان. هذا نص صريح في أن الملائكة تتمثل على صورة بشر، وأن الجن والشيطان يتمثلون في صورة البشر، فهذا هو الخروج من هذه الشبهة أيضا. وقالوا: كيف لا يؤخذ من موسى القصاص؟ كيف لا يقتص من موسى بفقع عين الملك كما تقولون؟ هم يقولون ذلك. ولهؤلاء: من قال لكم بمشروعية القصاص بين البشر وبين الملائكة؟ أين الدليل على ذلك؟ ومن قال ذلك؟ ومن أمر بذلك؟ لا يوجد دليل على القصاص من البشر للملائكة أو من الملائكة للبشر، لا يوجد. بل من قال لكم بأن موسى فقأ عينه عمدا؟ لم يرد أنه فقأ عينه، يرد أنه لطمه ففقأ عينه، هو ضربه، فالضربة أدت إلى أن فقئ عين الملك. ثم إن موسى كان في حالة دفاع عن النفس، فله أن يفعل ما يشاء ما دام الأمر مشروعا. وفي شرعنا أمرنا إذا دخل عليك داخل يريد سرقتك أو قتلك أو انتهاك حرماتك أن تدافع عن نفسك بقدر المستطاع، وإن أدى ذلك إلى قتله ليس عليك بأس وليس عليك قصاص. فهذه كلها شبه لا واهية، ليس لها قيمة، والحديث ثابت كما ذكرت لحضراتكم في الصحيحين، والحديث إجمالا. وهذه بعض الشبه، ولكني لم أأتي بكل الشبه، هذه نبذات من بعض الشبه التي يلقونها على سنة الرسول. والحديث باختصار فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ بالأسباب للدفاع عن نفسه والدفاع عن حرمة بيته لما رأى رجلا يقول له: أجب ربك. فلطمه موسى عليه السلام، وكان هذا هو ملك الموت، ولكن الله أرسله ابتلاء واختبارا لا ليمضي هذا الأمر. لو أن الله جل وعلا أراد وأمر وأن يمضي ملك الموت ويأخذ روح موسى لكان، مهما كانت قوة موسى عليه السلام لكان الأمر، وكان ملك الموت سيقبض روحه حتما، ولكن الأمر كان أمر ابتلاء وأمر اختبار، كما كان في قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل، لما أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي، والوحي لا بد وأن ينفذ، فذهب إبراهيم لقتل إسماعيل، ولكن لأنه لما كان هذا أمر ابتلاء واختبار، وامتثل الأمر، فداه الله بالذبح العظيم. فمثل هذه القصص أيها الأفاضل وغيرها علينا أن نأخذ منها بعض الأدوية وبعض المناهج التي نستخدمها في حياتنا، حتى إذا وقفنا بين يدي الله جل وعلا نقف ونكون من أهل الجنة بإذن الله. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.